لأن الشعر حارس اللغة. نعود من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيت القصيد. في هذه الحلقة نستضيف شاعرا برع بالتصوير الإنساني، لم ينسلخ عن جلد أهله ولم يباهي بثقافة دخيلة، حلق عاليا في سماء الإبداع منطلقا من بيته ليثبت أن الشاعر العربي قادر على معانقة الإنسانية مجتمعة دون الحاجة إلى النكوص عن ثقافته أو الخروج عليها. مرحبا بك الشاعر عضيب عضيبات من الأردن، ضيفا عزيزا على بيت القصيد. حيا الله أستاذ عضيب. شكرا على التقدمة الجميلة أستاذ مصطفى مطر، شكرا لك على الاستضافة وشكرا للقائمين على قناة الرافدين وعلى برنامجكم نحن الأكثر الجميل. سعادة بك أستاذ عضيب. ما أثقل الشعر في نفس قائله، فكيف يكون في نفس كاتبه؟ كاتب يعني سيصبح فيما بعد قائله، ثم يصبح قارئه، ثم ينظر إلى القصيدة من الخارج لعل له مكانا فيها. هذا المكان يلح عليك وأنت الشاعر المجيد كثيرا، وقد تنقلت بين أكثر من منبر في الأردن عموما. هذا التنقل وهذه القراءة في القصيدة لربما تترك ثقلها في نفس شاعرها، وبالتالي يستشعر المسؤولية الثقيلة التي يحمله إياها الجمهور وكل من يحبه ويتابعه. نعم صحيح أستاذي، القضية يعني تعتبر ذات شقين. لنقل عندما يكتب الشاعر قصيدته يفرح بأن نفسه طاوعته على استعمال ما لديه، نعم، إبداع في موهبته، وكذلك من منظور المتلقي ككل يمكن التفكير في كون الشاعر عنده ضمير شعري وهو يتحكم به وهو مسؤول عن كل ما يكتب أو كل ما يقول أمام نعم. الناس. عضيب، القصيدة التي تفرض نفسها عليك من أي شكل من أشكال الشعر، أم أن ما يفرض عليك شعرا يتجاوز الأشكال إلى الإحساس أو الخاطر أو الدفقة الأولى؟ يعني موضوع الأشكال إذا كان المقصود لا أتحدث عن العمودي، الأشكال، أتحدث عن ما يفرض نفسه عليك عند الكتابة. هل الشكل نعم، يفرض نفسه عليك؟ غالبا تترجم الفكرة إلى شكل أسهل من شكل آخر. نعم، نعم ولكن لا يعني من البداية لا يتم الفرض أبدا نعم طيب، فيما يتعلق حسب. بالأغراض الشعرية يا عضيب، فيما يتعلق بالأغراض الشعرية، نعم الذم، المدح، الهجاء والهجاء من الذم، الرثاء نعم مثلا، الحماسة وغيرها من نعم الأغراض الشعرية، قبل ما تباشر كتابة نص معين، خاطر معين من المؤكد أنه فرض نفسه عليك فأمسكت بقلمك وبشرت الكتابة، هل هناك غرض ما يسيطر على روح عضيب أكثر من أغراض شعرية أخرى؟ لنقل الصبغة العامة لما كتبت هي صبغة إنسانية، حتى وإن نعم كانت تتحدث عن قضايا فردية أحاول دائما أن أسطر ما أقدر، لنقل بشكل أو بآخر أحاول أن جميل أعمم هذه الفكرة على المتلقين أو على الآخرين، جميل، ولا أزكي نفسي طبعا في أعطنا الآخر أولى القصائد يا عضيب، على طول. هات واقرأ علينا، كلنا شوق لقراءتك الافتتاحية في هذه الحلقة. عضيب عضيبات من الأردن، لك المنبر والكلمة، تفضل. أفضل، شكرا شكرا. ما كنت أعرف فيما كنت أعرفه أني أطيل بعمري حين أوقفه. ليتك ترفع صوتك قليلا يا عضيب، تفضل من جديد، أعد متكرما. السلام. ما كنت أعرف فيما كنت أعرفه أني أطيل بعمري حين أوقفه، يا سلام، وأنني ميت لا بد من عمل
لكي أظل حزينا إذ أصادفه؟ هل يمكن الحزن للأموات؟ يؤسفني أني إذا مت حزني من سينصفه؟ ومن يبديه؟ من يبقيه مبتهجا؟ ومن إذا صار مهموما يلاطفه؟ للحزن عهد معي مهما اختلفت يدوم، وهو أجمل من دامت مواقفه. أبقى عزيزا عليه لا يخالفني مهما تخيل أني قد أخالفه. هذا هو الحزن، أقسى ما يكون إذا أنت ابتعدت يا سلام، كأني لا أشرفه. هذا هو الحزن، أقسى ما يكون إذا أنت ابتعدت كأني لا أشرفه. وأجمل الحزن أني حين أسكن في عينيك تسرقني مني عواطفك، لأن عينيك يبدو الحزن حولهما لحنا يثور على من ليس يعزفه. يا سلام يا سلام. ربما القيمة الشعرية هنا تفرض نفسها يا عضيب، حتى نتحدث عنها قليلا، بين نعم التقليدية والتميز، وطريق شاقة على نفس الشاعر الباحث عما يميزه. كيف يعني استطاع عضيب عضيبات أن يتجاوز فكرة التقليدية وصولا إلى باب يقف عليه يميزه فيه عن غيره من الأبواب وغيره من الشعراء كذلك؟ هذه ربما تكون من الأسرار لدى شاعر يكتب أو كاتب بشكل عام، ربما يعتبروها واحدة من الأسرار. حسنا، اكشف لنا بعض أسرارك في هذا الجانب إذن. القضية تعتمد في القصيد العمودي، أنا أكتب العمودي وأكتب الشعر التفعيلي. نعم. في القصيدة العمودية أحاول دائما أن لا يتكون البيت من صدر وعجز، يعني أحاول أن أستهل في البيت استهلالا يقسم هذا البيت إلى نعم. عدة أشطر لنقل، يعني لا يتوقف على الصدر والعجز. جميلة هذه الطريقة. نعم، هي طريقة إيقاعية، يعني نحكي في بناء على طول الجملة أو طول الفكرة. أحسنت. طيب، ألا ترى أن هذه الطريقة ربما تشق على الشاعر فتخرجه من دائرة العفوية إلى دائرة التصنع، أم أن هناك خطاً ما يفصل بين فكرة التصنع وفكرة مثلا الرغبة بالإتيان بما هو جديد وما هو متميز وما هو فارق ومختلف؟ صحيح، الآن كما تتعرض الشجرة إلى التقليم فإن القصيدة أيضا تتعرض إلى التقليم بلا شك، وأنت شاعر وتعرف طول النص الشعري نعم. لنقل قبل أن يعلن يختلف تماما عن طوله بعد إعلان. يا سلام. في كثير من النواحي، يعني قلت في بداية الحلقة أني أنظر إلى القصيدة من الخارج وكأني أبحث عن ذاتي فيها، فعندما أنظر إليها من الخارج أحب أن أرى كل ما هو جميل ومقبول، أحسنت. ولا شك يكون فيه شيء من الإبداع ولو على حساب طول النص أولا وأخيرا، فيعني يتعرض كأنه إلى مراحل عديدة من التجربة نعم النص من التجربة. يا عضيب، ربما قال قائلهم العرب يكتبون الشعر منذ قديم الأزل في الجاهلية وما قبل ذلك، وكذلك في صدر الإسلام والعصور المختلفة التي يعني قدم شعراء كثيرون فيها العديد من النماذج الرائعة والبراقة والمتميزة حقا فيما يخص الشعر العربي وصولا إلى زماننا. ما الحاجة؟ هل هناك حاجة إلى كثرة الشعراء؟ هل هناك جديد سيجلبه شعراء زماننا؟ هناك الكثير من الموروث الشعري، لماذا تكتبون؟ قد يقول قائل، بما نجيب عليه؟ لماذا نكتب؟ لأننا نحاول أن نصلح الأخطاء، ويعني لنقل أن كل خطأ هو مسبب للحزن. جميل. فالشعر أولا وآخرا يجب أن يكون طريقة للفرح،
وربما يناقضني أهل أو القائلون بمعاناة الشعراء وما إلى ذلك. نعم. الفكرة تماما هي أن الشاعر عندما يكتب قصيدة و ينتهي من كتابتها في مرحلة النهائية تماما، يكون الشاعر مسرورا لأنه يا سلام. استغل أو لنقل استعمل إبداعه في موهبته، عظيم. هذا أولا، ونجح في ذلك. الأمر الثاني أن المتلقي قد يكون أيضا عنده مصدر للفرح عندما يقرأ قصيدة ما، ولا شك أننا متلقون كما نحن شعراء أولا جميل وآخر، جدا هذا الكلام. لأنه سلمت، لأنه يبحث دائما، حتى المتلقي يبحث عن ذاته أو عن علاج لمشكلته في هذا النص الشعري الذي يقرأ، فإذا وجد غايته أو ضالته فلا بد من أن هذه القصيدة أيضا كانت مصدرا لكي يفرح. ولعلها كانت الطريقة التي بها يصل الشاعر إلى جمهوره، هي اللغة التي يخاطبهم بها، يحدثهم عن نعم نفسه، يثبت ذاته، يثبت لنفسه نعم أنه موجود وأنت موجود ومشرق دائما. أعطنا صحيح. قصيدة جديدة مما تحب وكيف ما تحب يا عضيب، تفضل. سأقرأ قصيدة من الشكل الآخر إن صح التعبير، من شعر التفعيل. قصيدة بعنوان أقارب. لي إخوة ماتوا من البرد الشديد، لي إخوة ماتوا من البرد الشديد، وفي ظروف السلم كنا عندما ماتوا، فلا حرب لكي يدفأوا منها، من البرد الذي يبدو خبيرا بالقرى ماتوا، وإلا واحدا قد مات مخنوقا ومشتاقا إلى رئتيه. يا الله. كنا وقتها في الحرب تحت النار، صلينا لكل الدفء، واستعجلتهم لأراه آخر مرة، لكنه مثلي تعجل كي يتمم يومه في المقبرة. لي زوجتان، وكان هذا الأمر في الماضي، ولكني أشير إليه في الشعر الحديث لكي ينبهني إلى الميزان بينهما. أخونهما بدون خيانة، أصغي إلى إحداهما في ليلة الأخرى فأكرهها، وأكره أن لي سمعا أساسا قبل أن أخلو إلى حرية المستعمرة. لي جدة، كل النساء العاليات علون في عكازي، ومؤخرا ماتت فمال وراءها العكاز. يا الله. أدرك أنه شبح وحيد حين لاحظ أنه بين الرجال، وكان ملقيا وراء الباب يشبع من عبارات العزاء، ولا عزاء له وراء الباب. يا إلهي. ثم سمعت من بعض الموالي أنه شيء كبير في الحياة الآخرة. يا الله. ربما أشرت لفكرة الزوجتين بفكرة، أو ذهبت لمنحى ما وأنا ذهبت بها كمتلقي طبعا ومتذوق لا ناقد، ذهبت بها إلى غير معنى. ربما كانت الزوجة الحقيقية وكذلك الثانية كانت القصيدة التي تغار منها الزوجة كلما نادت القصيدة شاعرها فابتعد وانشغل بها عن أهل بيته. تذكرني هنا بقول لزوجة عمرو بن بحر وهو الجاحظ، قالت له يوما: والله إن وقع 3 ضرائر علي أقل ألما من وقع هذه الكتب التي تنشغل بها عني في ليلك. جميل نعم. جدا أنت يا عضيب ومبدع حقا. الحزن ملح الشعراء، لكن على ما يبدو أن الحزن رداؤك، لماذا ترتدي الحزن في قصائدك حتى
وأنت تخاطب المحبوبة وأنت تخاطب البلد وأنت نعم. تخاطب ذاتك أحيانا، هل اتخذت الحزن فوق الملح ثيابا؟ يعني هذا أمر كل ما نظرت في المرآة أجده تماما، شيء لا مهرب منه. ربما تربينا عليه صغارا، ربما وجد الحزن نفسه بيننا كما تجد الوردة ريحها دائما. يعني طبيعة تنشئة ربما جلبت إلينا التفكير، أو نحكي زيادة التفكير في الحزن. لا بأس أن يكون الحزن تذكرة وتذكيرا يا عضيب، لكن لماذا نعجن حياتنا بالحزن؟ أم أننا استغنينا به حتى عن مجرد أن نتخيل الفرح؟ ابتسم قليلا يا رجل، قد يقول قائل. أنا مبتسم باستضافتكم الله. والله ونحن أكثر سعادة، ولكن نريد من قصائدك أن تفتح أبواب السعادة على قلبك قبل قلوب السادة المشاهدين، وأنت لها ولا شك في ذلك. يقولون يا عضيب إن أجمل لحظات الشاعر حينما يقدم نصه للجمهور، سواء لجمهور القراءة أو جمهور السماع. دعنا نذهب إلى جمهور السماع. يقولون إن سعادته تكون حاضرة حينما تقع عيناه عليهم، والحزن يعود ويفرض ذاته حينما تصبح القاعة خالية. أخبرني صحيح. عن شعورك في مثل هذا الموقف. نعم، كان مقصود بالجمهور السماع هم حضور الأمسيات نعم الشعرية. صحيح. القضية بأن من يحضر الأمسية الشعرية في العادة أو في الغالب جاء لكي يتذوق الشعر، أو جاء لكي نعم. يطلع على قصيدة جديدة أو شاعر مختلف عليه. الأمر يعتمد هنا على أن الشاعر بالعادة يقدم النصوص التي تحترم هذه الأسماع، نعم. يحاول تجنب التخصيص في القصيدة. جميل جدا. نعم، لأن الأشياء بمسمياتها أحيانا تكون مرضية لك ولكنها مزعجة لأحد آخر، فعلا قد فهذا يحصل هذا. نعم صحيح. طيب يا عضيب، يعني في زمن المكائد والشدائد، في زمن المواجع والشنائع إن صح التعبير، هل لا يزال الشعر قادرا على أن يسري ويخفف عن الناس، عن أو قادرا على أن يفتح أمامهم مثلا الطريق على ضوء في نهاية النفق، أم أنه لا يعدو كونه شكلا من أشكال التسلية والترف لا أكثر؟ يعني ربما في هذا الزمن من الصعب أن نقول أن الشعر ترف أو أن الإبداع الكتابي بشكل عام ترف، ولكن يمكن أن يكون الشعر من بين كل أشكال الكتابة هو الأقصر وصولا إلى الناس، أو لنحكي يعني الجمهور الشعر والشعراء أصبحوا يمكن حصرهم الآن في هذا الزمن. نعم. سابقا لا، كان الشعر فاعل أساسي في المجتمع. الآن إذا لقت القصيدة طريقة للخروج من كونها قصيدة إلى الناس، كأن تغنى مثلا، ربما الناس تميل إلى الفن، فن الغناء مثلا، أكثر من قراءة الشعر، أو ربما يكون الشعر له ناس منتخبون نعم. ليس شكلا عاما يتقبله الجميع. يا عضيب، يقال هذا شاعر مبدع متميز آخذ حقه. فكرة نعم. الحق الذي أخذه هذا الشاعر، الذي حصل عليه، المكتسب بجد، نعم. والمكتسب كذلك عن استحقاق وجدارة، كيف تفهم نعم. فكرة الحق بالنسبة لك؟ كما يعني ربما للأسف أن أقول ذلك، كما يفهم مبدأ المواصفات والمقاييس عند الحكومات عند بعض الدول. كل وطن أو يعني مكان يستوطنه الشاعر ربما له خصائص مختلفة عن غيره من الأوطان الأخرى نعم. في موضوع الحق، فربما تكون طموحات شاعر
من مكان ما أكبر من طموحات شاعر من مكان آخر، صحيح. نظرا لأن ما تسمح له بذلك. إذا كان الحديث عن الوضع في وطننا هنا في الأردن، القضية تعتمد على تفعيل دور الشاعر. يعني الشعراء عادة يشاركون في مهرجانات ثقافية وأدبية وفنية، ويشاركون في أمسيات، وكما تعرف هناك كثرة، تقريبا هذه صفة عامة، هناك كثرة في المنتديات الشعرية أو الصالونات نعم الأدبية والمهرجانات والفعاليات كذلك. فالحق ربما يكون بأن الشاعر يأخذ فرصته نعم بأن يعرفه الناس، وربما نعم إجابة فيها من الدبلوماسية ما هروب. فيها. أنت ذكي جدا يا أضيب ولا نشكك في هذا. الآن نريد منك أن تأخذنا إلى قصيدة مختلفة، من خلالها نتعرف على جانب مختلف من شخصيتك وأسلوب ربما يكون جديد من حيث الكتابة وكذلك من حيث الإسماع. كلنا شوق لقصيدتك الجديدة التي ستقرأها علينا. تفضل، لك المنصة دائما يا عضيب، كلنا شوق، تفضل. إذا أردت أن أكون مختلفا، ربما أبحث عن من جعلتني إنسانا مختلفا بعد مجيئها، وهي ابنتي الصغيرة حبيبتي سما. يا سلام. تقول سما على لسان أبيها: قلبي من الحزن الطري، قلبي من الحزن الطري، ونبضه أوتار عود في يدي أمي. قلبي من الحزن الطري، ونبضه أوتار عود في يدي أمي وأصحاب الدمى. أبكي كما تبكي الشجيرة، دمعتي طل، وخدي وردة حمراء بللها الندى فتبسم. عيناي خارطتان من بن، تألقتا على شبر من الوطن الذي ما صح إلا حين صار مخيما. وجهي حكاية ضفتين على جفاف النهر تلتقيان، تنتظرانه ليبل ريقهما. فمي ما كنت أعرف أنه سيجيء يوم حين تنفتح الورود على محيانا يسميها فما. يا سلام. وأنا عود صغير في يدي أمي، وأطرب روحها فتطير للأعلى وأصبح سلما. وأنا حلم تأجل مرة وتكشفت كل الدروب أمامه فاستسلم. قد كان يؤلمني النعاس فلا أنام، لأنني أهذي من الألم الذي يشتد في رأسي. أظل كما أنا صحوا أحيط بكل ما هو خارجي، أعلو على كينونتي لا شيء من فوقي، لأن اسمي سما. يا سلام، أدام الله السما ودمت لها خير أب، وحفظ الله عليكم نعمة الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا. لابد أننا متواصلون في هذه الحلقة عضيب، ولكن سنخرج إلى استراحة قصيرة بعدها نواصل. إذا مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في بيت القصيد. لا نزال في رحاب هذه الحلقة. معنا من الأردن عبر سكايب الشاعر المميز حقا عضيب عضيبات. من جديد إليك عضيب، والحديث مختلف الآن. الغاية من الكتابة، كل شاعر له غايته الخاصة وهناك الغايات العامة التي نلتقي بها. حدثني بداية عن الغايات العامة وكيف تتخيلها، الغايات العامة التي ينبغي أن يلتقي بها الغالبية العظمى من الشعراء. نعم، غالبا الحاصل غير ما هو مرجو. يعني إذا قلنا نعم الغاية التي يكتب لأجلها الشعراء عامة، ربما هي تهدئة النفوس وولاها نفس الشاعر، لأن الكتابة كما قلت قبل قليل هي يعني القصيدة المنتجة والجيدة هي محاولة لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها بشكل أو بآخر، وهذا أمر يعتمد على ظروف الشاعر بعد النظر في سيرته الذاتية. نعم، عن الغايات السامية الحديث الآن، الغايات العليا التي يلتقي بها الشعراء، لماذا يكتبون؟ نعم، من أجل أي غاية؟ ربما تكون الكتابة كذلك لها جانب من الأخلاق. جميل. الآن نعم، لأن القصائد عادة عبر التاريخ لا شك بأنها قامت بتأثير وتأثير كبير. نعم. إن كان يقصد الناس أن يتلقوا هذا التأثير أم لا يقصدون. نعم. القصائد عملت تأثير كبير في المجتمعات العربية تحديدا. هذا ما وصلنا كونهم قالوا سابقا أن الشعر ديوان العرب. أحسنت. فما وصلنا في هذا الديوان من صادره ووارده كان يدل على أن الشعر كان فاعلا في المجتمع. في أيامنا هذه ربما يكون الجانب الأخلاقي هو في التقريب بين طرفين أو التبعيد بينهما، وفي كلا الحالين يفترض أن يكون الشاعر قاصدا غاية أخلاقية من هذا الأمر. أحسنت. ما زال حديثنا في جزئية الغايات يا عضيب، بحدود ما يسمح بنشره إن صح هذا التعبير، واسمح لي بهذه الملاطفة قليلا. حدثنا عن الغايات الشخصية التي تتطلع إلى إنجازها، إلى تحقيقها، غايتك الخاصة من وراء كتابة الشعر بحدود ما يسمح بنشره، تفضل، كلنا شوق لنعرف. شكرا. الغايات الآن في قضية ربما لا يعرفها كثيرون، بداية كتابتي للشعر، وهذا الأمر كان منذ الصغر، يعني هيأ لنا أبي حفظه الله مجموعة من الظروف في البيت للقراءة وللكتابة، كما إني من المحظوظين الذين شبوا في عمر معين على يعني لم تكن هناك وسائل تكنولوجية أو وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل إلهاء تقصد، لم يكن هناك ملهيات فعكفت. نعم. على القراءة والكتابة واستثمرت الوقت. نعم. الاستثمار الأمثل. نعم صحيح، عكفت على ذلك، وعكفت على نظرية النقد، نقد الشاعر لنفسه. هذا جميل. أمر استغلت عليه سنوات عديدة للأمانة حتى قبل. طيب ماذا عن غايتك بعيدا عن تاريخ علاقتك بالقصيدة، غايتك من الشعر، الغاية الخاصة، إن أردت أن تتحدث وإلا فأنت حر. الزهو. الزهو. الشعر يجعلني زاهيا. يا سلام. الزهد. الشعر يجعلك زاهدا، الشعر يجعلك زاهدا في كل شيء إلا الشعر. نعم أكيد في الشعر بلا شك، ولكن أنا قصدت الزهو
الزهو وليس نعم الزهد. يجعلوني زاهيا يعني. نعم أنا سمعتك تقول الزهد لكنك قصدت الزهو ونطقتها زهوا، نعم وفي الزهو أو في الزهو صعود أيضا، كلمنا عن هذا الزهو. ربما تكون وصول قصيدتك إلى نحكي خط لم يسبق لك الوصول إليه. يا سلام، دائما يعني يكون في مجموعة من القصائد بالنسبة للشاعر تعيده إلى طينته الأولى، والطينة الأولى لا شيء يضاهيها مهما على بعدها الإبداع. عظيم، يعني نفس الشاعر الطفل عندما بدأ الكتابة، ولكن الآن بأدوات أكثر حقيقية وأكثر جدية وأكثر تمكن. هذه النفس إذا وجدت في قصيدة فهي لا شك تؤدي إلى أن أكون زاهيا. دام هذا الزهو وهذا الزهو ولا حرمنا هذه الثقة العالية الممتلئة تواضعا كذلك، وهذا ما نريده في يعني كل أدبائنا الذين يعدون أو نود أن يكونوا طليعة أمتهم وقادتها إلى الشمس التي يأملون مصافحتها. إلى قصيدة جديدة يا عضيب، وعساك هذه المرة تنحاز وإن قليلا إلى وطنك أو إلى إنسانيتك أو إلى من تحب. لا أريد أن أفرض عليك شكلا أو نوعا أو لونا من ألوان القراءة والكتابة، وإنما أنا أحدثك عما نأمل سماعه. تفضل أسمعنا ما تريد. شكرا جزيلا. تفضل يا عضيب. إلى الوطن من وجهة نظر أخرى. عندما مرت خيول الفاتحين على الشوارع بين مركبتين من حرس الشرف، مات الأخير. عندما مرت خيول الفاتحين على الشوارع بين مركبتين من حرس الشرف، مات الأخير. يا الله، سيفتحون بيوتنا لعزائه، وسيطعمون خيولهم ما لذ. ماذا يفتحون وليس يسترنا غطاء، والبيوت مشرعات دون أبواب، وكل اثنين في كفن نخفف من ضرائب موتنا. مرت خيول الفتح من يومين في هذه المدينة، والشوارع خاويات، لم نجد شرفا مهما بعدما مات الأخير. ولم نزل نخشى النزول إلى الشوارع، بينما الحرس استعانوا بالخيول على قضاء حوائج الفتح الكبير، وصار صعبا أن نميز بين من فتحوا ومن لم يفتحوا للآن شيئا. يا سلام. عندما مرت خيول الفاتحين ظننتها ستعيد لي حريتي، لكن ظني آثم. مرت لتشرب من مياه النهر ما ينسي الهزيمة، لا لتفتح أي شيء. لعلها تعود بفتح حقيقي، فتح تنجلي معه أرتال الضباب ويعود إلى الحياة يعني شكلها الجميل وزهوها الذي نأمل أن يعود إليها. يا عضيب، هل تتخيل شاعرا بلا إنسانية، شاعرا لا يفكر بما يشغل أبناء جلدته، شاعرا لا ينتمي لأنين الجرحى وبكاء الأرامل والثكالى والمعذبين؟ كلمنا عن الشعر في ميزان الإنسان والإنسانية. الشعر من جذره يا سيد الكريم أستاذ مصطفى، الشعر من جذره هو لمن يشعر فقط، فلا يستطيع أن يكون الشاعر شاعرا إذا لم يشعر بنفسه التي هي جزء من أهله وناسه ووطنه.
على المدى البعيد أو إنسانيته على المدى الأبعد. يا سلام. لا شك أن القصيدة هي محاولة للوصول إلى ما يشغل الكثيرين، يعني مهما كانت العلاقة بينك وبينهم، أنت تكتب لكي تخفف عنهم كما تخفف عن نفسك. جميل جدا أن يعيش الإنسان بالكلمة ومن خلالها يخفف من عذابات الآخرين، من خلالها يكون الضماد أو أن يكون يعني الدواء المسعف لهؤلاء المقموعين المجروحين الذين ينتظرون من يربت على أكتافهم ويقول لهم إن في الحياة فسحة وبقية من أمل، وكذلك في الحلقة بقية من دقائق معدودة، دعني فيها الآن أنحاز إلى العمود، إن كان ثمة قصائد عمودية بحوزتك دعني أكون منحازا إلى هذا الشكل من أشكال الشعر في هذه المرة. أما عن الأغراض فاختر الغرض الذي يناسبك، إما غزل أو وطن، اختر ما تحب غزلا أو وطنا أو أي قضية تشاؤها. وضيب إليك من جديد وقصيدة. الخطوتان تنسين إذ تتذكرين، تنسين إذ تتذكرين وتتركين رسالة في سبتي وعتابي، تنسين إذ تتذكرين وتتركين رسالة في سبتي وعتابي. جميل. طال السؤال وقد أكون علامة الترقيم، لكني فقدت صوابي، يا سلام. وأنا رضيت بأن أسب وأن أعاتب طالما وفقت في الأسباب، طال السؤال لكنني وقد أكون علامة الترقيم لكني فقدت صوابي. نعم، وأنا رضيت بأن أسب وأن أعاتب طالما وفقت في الأسباب، يا سلام. لكنني لا أستريح بدون عينيك اللتين ترتبان جوابي. علمت طلابي وراء خيالهم وأمام بابك صرت من طلابي، إني هنا في الباب قط ضائع، قومي افتحي لي أجمل الأبواب. لي حاجة في البيت يبدو أنها وقعت هنا وأنا على أعصابي، عيناك آخر خطوتين لكي يفوز مقامر من دون أي حساب. يرضى عليك الله، كيف فعلتها؟ لما وصلت تركتني في الباب. لما وصلت تركتني في الباب. يا سلام يا سلام عليك، ما أجملك يا عضيب. من روح قارئ عفوية أو انطلاقا من تجربة شاعر قوية، وأنا هنا أتحدث عن ذوقي ورأيي الخاص بالمناسبة، مرة أخرى أنا لست ناقدا ولن أكون. تسلم تسلم يا عزيز. الآن أود أن أسألك، النص الشعري الحقيقي والنصوص العابرة، كثيرا ما يختلف شعراء، هذا نص حقيقي وهذا نص عابر، ميزان التفرقة، أريد حكم عضيب، كيف تحكم أن هذا نص حقيقي أو أن هذا نصا حقيقيا أو أن هذا نصا نظما أو عابرا أو لم يضف شيئا جديدا؟ هل من معيار معين تلزم نفسك به عند القراءة؟ نعم، عند القراءة المقصود، لا عند الاستماع إلى شاعر، نعم لأن أكيد النتائج مختلفة، يعني أكيد. يمكن أن تكون مختلفة. نعم، الآن الميزان أو مقياس التفاضل بين القصيدة الجيدة وبين الكلام العابر ربما يكون هو الإضافة. إذا وجدنا قيمة مضافة جديدة في قصيدة فلا بد من أنها قصيدة جيدة، ولكن إذا نظرنا في قصيدة ولم نجد فيها ما هو جديد أو لم تفسر نعم، شيئا من لكن لا قبل، نتحدث هنا عن الإضافة على عواهنها، أي إضافة، وإنما عن الإضافة المحمولة على جناح القيمة الحقيقية. نعم
جميل. أكيد بلا شك. نعم. لكن هناك من يظنون أن أي شيء أو أي تركيب أو أي مثلا مجموعة مفردات يقدمونها بطريقة جديدة يسمونها إضافة، وربما إن طلبت منهم تفسيرها يعجزونهم عن ذلك، أو يعني يهربون خلف القول الشائع المعنى في بطن الشاعر، ولا أعلم ما المعنى الذي يقصدونه هنا، أو يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، مع العلم أن الشاعر عليه أن يلزم نفسه بقواعد صارمة ربما تختلف عن الكثير ممن يستخدمون الدارجة أو الكثير من العامة. الحديث هنا عن فكرة القيمة الواجب أن تكون حاضرة بالنص، وأن تكون قيمة مضافة حتى نقول إن هذا النص مميز عن غيره، أم أن المسألة متروكة إلى الذوق وهي حرية متاحة؟ أولا وآخرا ربما تكون القيمة المضافة مضافة بروحها لا بشكلها. يعني الآن من يكتبون العمود هذا الجنس الشعري وحده يعترضون على من يكتبون التفعيلة، من يكتبون كليهما، يعترضون على من يكتبون النثر. ربما كان هناك مجموعة يعترضون، ليس الجميع يا عضيب. نعم، ليس الجميع أكيد. الفكرة يعني هذا الاعتراض لن يدوم. نعم. كما أن المعنى كما قلت تفضلت قبل قليل وقلت أن المعنى في بطن الشاعر ربما تكون ذريعة عند كثيرين في تفسير أو على محك تفسير موقف الشاعر الشخصي مما نعم. كتب. وما الذي سيدوم؟ الذي سيدوم هو روح هذه الإضافة. يعني القيمة المضافة لا الجمال الحقيقي على الشكل. نعم، يعني ليست مسألة شكلية بقدر ما هي مسألة جوهرية وفيها شيء من التفرد. أحسنت. أو تحوير ما تم سابقا. الجمال الحقيقي الذي ينسجم مع فطرة الناس، مع ما يفيدهم، مع ما يبحثون عنه، ولا يخرج على مبادئهم وأفكارهم وعلى دينهم وعلى ما ينتمون إليه من ثقافة ولغة إلى آخره من القيم العالية التي تتبناها في شعرك. إلى القصيدة التي تفضلها مسكا للختام الآن يا عضيب، لأن الوقت داهمنا، تفضل واقرأ علينا القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، والتي ستتبعها قراءات في لقاءات نرجو أن تتكرر معك، فأنت شاعر مجيد جدا. تفضل إلى القصيدة يا عضيب. يستحملني قليلا. لا بأس. اقرأ ما تحب واختر النص الذي تحبه. أنا أحيانا أقع في مثل هذا المأزق أيضا يا عضيب، حينما أتوه ما بين الاختيارات وما بين القصائد، لكن صدقني ثق بالقصيدة التي بين يديك الآن. تفضل. نعم، وثقت بها. أتركضين وقلبي لم يزل يحبو، أتركضين وقلبي لم يزل يحبو، يا آخر الحب هل هذا هو الحب؟ يا سلام. ما كنت أعرف فيما كنت أعرفه أن مريضان مهما حاول الطب، ما كنت أعرف فيما كنت أعرفه أن مريضان مهما حاول الطب، مصرة أنت تشتدين مسرعة، غفران ظلك يلغي خطوة الذنب، أودى بنا الظل لكن ظل يجمعنا، أني وجدتك حيث الممكن الصعب. هذا هو الحب، خوف من نهايته، لو أنه ضاع قلنا إنه رحب. أتركضين؟ لنا قلبان همهما أن نقطع الدرب أو أن ينقص الدرب، لا فرق، هذا بلا عينيه مطلق يسابقان، وهذا قلبه يحبو. يا سلام. لم تفهمي وأنا بالكاد أفهمني، يستوجب الحب ألا يفهم القلب. يا سلام يا سلام. لفظ فوك يا عضيب، عضيبات الشعر الأردني الجميل حقا. رسالة إلى مثقف، وقد تكون رسالة ذاتية منك إليك أيضا وإلى آخرين، رسالة إلى مثقف يلتزم المسؤولية، ماذا تقول؟ نعم،
إذا كان ملتزما بالمسؤولية لا شك أني أحييه وأثني عليه، ورسالتي إلى الجميع أن نحترم أسماعنا وما نلمس وما ننظر إليه، وهذه نعم تميزنا بها يجب أن نحترم فيما نستعملها فيه. وإلى القصيدة الأجمل التي هي قصيدة كل شاعر أردني حر، وكذلك قصيدة كل عربي يحب هذا البلد الطيب بأهله العامر، هذا البلد المضياف إلى الأردن، القصيدة التي كتبت ذاتها، ماذا تقول في نهاية هذه الحلقة يا عضيب؟ رسالة إلى الأردن الذي تنتمي إليه وتحب. نعم، أقول يقع الأردن على صدري، السلطة والمنسوبون إلى السلطة وجميع المنفيين على صدري، وكما تزعم أمي صدري لا يحمل شعر. سلم. لكنه يحمل الشعب نعم. والحب ويفتح أبواب الشمس مشرعة إلى كل من يرغبون بمصافحتها. اكتمل الوقت ونفد يا عضيب مرة سريعا معك، وأرجو أن شكرا. تتسع الأوقات القادمة لمثل هذا اللقاء الذي كان عذبا حقيقة. شكرا جزيلا، شكرا، سعدت بك أستاذ مصطفى، وشكرا نحن لك الأكثر سعادة. وللقائمين جميعا، شكرا لكم جميعا، وشكرا للقائمين على بيت القصيد، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما وأبدا ظلوا في شعر وسعادة، في أمان الله، إلى اللقاء.